بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مع موضوع جديد على قناتنا معلومة بسيطة. النهاردة وبداية من هذا الفيديو هنشرح موقع جميل جدا لمن يريد العمل على الإنترنت. والحقيقة العمل على الإنترنت أصبح شيء ضروري، لأن وجود فرصة عمل على الإنترنت أصبح أسهل من إنك تجد فرصة عمل في الواقع أو في أرض الواقع. ولكن لابد أنك تعلم أن علشان تجد فرصة عمل وتلاقي شغل على الإنترنت، لابد أولا تكتسب خبرة ما أو مهارة ما، ثم تركز على شيء واحد. فالتشتيت لا يوصلك إلى شيء. اتفرجت على فيديو بيشرح لك أو بيقول لك اكسب 1000 جنيه في الشهر، اكسب 1000 دولار في الشهر، اكسب 2000 دولار في الشهر، اكسب يوميا 60 دولار. كل الكلام ده كلام فارغ تماما وبعيد عن الصحة. العمل هو عمل، مفيش حاجة بتيجي بالسهل ولا حاجة بتيجي من لا شيء. والنهاردة معانا شرح عملي على هذا الموقع، موقع ميجا بونص اللي هنشرحه النهاردة. ده موقع تابع لمجموعة شركات كبيرة، الهدف منه انك بيشتري، لما الانسان بيشتري، اي شخص بيشتري شيء من متاجر كبيرة جدا هو مشترك معاها، في حاجات كتيرة جدا من اللي بيشتريها شركات او المتاجر بتردوا له جزء من المبلغ، بتردوا له جزء من المبلغ. بمعنى انه لو اشترى او انت اشتريت شيء ب10 دولار، ممكن يرضي لك 2 دولار او دولار ونص، وده اسمه ريتيرن او استرداد نقدي. وده مشهور في مواقع كتير، حتى في بعض المواقع العربية على امازون مثلا في الدول العربية حاليا. موقع ميكا بونص هو موقع فيه العديد والعديد من هذه المتاجر. فلو شفنا لمحة كثيرة كده وقلنا ال ستور، يعني كل المتاجر، هتلاقي هنا المتاجر كتيرة جدا. كل دي، ده مثلا موقع اللي هو الألعاب، ده علي بابا، ده بي بانج جود، ده موقع اي هيرب، ده موقع المنتجات الصحية، ده موقع جي بي اي، ذا فول، ده طبعا ملابس مشهور، ده علي اكسبريس. كويس، كل دي متاجر هو بيعمل معاها. وطبعا في متاجر كتيرة، لو انت ضغطت على شمور عشان ما نطولش ونكتر، بيتجد متاجر كتيرة جدا. هنا بيقول لك ايه بقى، انت لو انت دخلت واشتركت في ميجا بونص ده وحبيت تروج لمنتجات علي بابا او تروج لمنتجات علي اكسبريس، بتاخد نسبة من المنتج اللي هتبيعه، وده ما بيأثرش على الفلوس اللي هتترد لصاحب هذا المنتج. ولكن طبعا في حاجات لازم تعرفها علشان تشتغل صح على هذا الموقع. الموقع ده انا معاه بقى اكتر من سنة، ساعات بشتغل معاه وساعات بسيبه، ولكن حسابي مازال موجود اللي انا فاتح لك منه ده. ببساطة جدا انت بتدور على ميجا بونص، وببساطة جدا انت بتشترك في هذا الموقع. محدش النهاردة ما يعرفش يشترك في موقع ازاي، زي اي موقع عادي جدا، بالايميل والباسورد. طيب انت عملت حساب، ده عملت حساب على الموقع والحساب ده اصبح عادي جدا لك في حساب. طيب تشتغل ازاي؟ اول حاجة لازم تعرفها ايه اللي تروج ليه وايه اللي ما تروجش ليه. ده الموقع قدامنا اهو. كويس، انا بختار متجر معين بيتناسب مع، انت بتضغط هنا على ال3 نقاط دولت عشان تجيب الستور، يعني كل المتاجر. انت عايز تشتغل مع مين؟ انا عن نفسي بشتغل مع علي اكسبريس وبشتغل مع اي هيرب. فانت ما تيجي تضغط تشتغل على علي اكسبريس، فبتضغط على علي اكسبريس. فلما بتضغط عليه على ده بيقول لك اكتف لي الكاش باك اللي هو الفلوس المرتجعة. أنا طبعا هنا بيدي لك نسبة ما بين 41% ل 4.9%،
طبعا انت بتاخد في البداية تقريبا 2.5%، ما بتزيدش عن كده لانك ما عدتش ال80 دولار. لما بتعدي ال80 دولار النسبة بترتفع، كل ما بتكسب اكتر كل ما النسبة بترتفع. فبي اكتف لك، لو انت ضغطت على اكتف كده فهيحولك على مين؟ بيبدأ هنا يعد وهيحولك على موقع علي اكسبريس. طيب ايه بقى اللي المفروض تعرفه؟ وركز في الكلام، ركز في الكلام الجاي. هذا موقع علي اكسبريس فتحه، ركز معايا في الكلام. اولا لازم تعمل اشتراك في موقع علي اكسبريس، تعمل حساب بنفس الايميل اللي انت مشترك به مع ميجا بونص. ركز في الكلام. يبقى هنفتح حساب في ميجا بونص وهنفتح حساب على علي اكسبريس، كويس، بنفس الايميل. بنفس ايه الايميل؟ انت عايز تشتغل هنا فين، او هتروج فين؟ دي النقطة التانية. انا عايز اروج في مصر، يبقى هاجي من هنا اختار الدولة كده، هاجي هنا هختار الدولة وهختار اللغة وهختار العملة. طيب انا عامة اكتر الناس بتشتري هما الاجانب، فانا مثلا مختار الولايات المتحدة الامريكية، فانا هنا يبقى هفتح على اكسبريس. خد بالك وركز معايا كويس جدا، انا فاتح هنا على مين؟ الولايات المتحدة الامريكية بعد ما اشتركت في علي اكسبريس. خلاص هذا متجر علي اكسبريس فاتح على الولايات المتحدة الامريكية واللغة الانجليزية، تمام. طيب هاجي هنا مع موقع ميجا بونص. موقع ميجا بونص هدور كده فوق كده في الموقع ده، هنا فاتح لي على ايه؟ على ايجيبت. اذا انا يعني جايبني ان انا من مصر، جايبني ان انا منين؟ من مصر. ده ما يهمنيش، ما يهمنيش ان انا اكون من مصر، ولكن اللي يهمك حاجة واحدة تانية، هي ايه؟ ركز معايا كده، تعالى هنا نضغط على الكانتري دي، دي لازم تتغير، دي لازم ايه؟ تتغير. فانا لازم هنا هغيرها، هخليها مين؟ الولايات المتحدة، لان احنا مختارين الولايات المتحدة الامريكية. هنزل تحت، هنزل كده تحت ادور على الولايات المتحدة الامريكية. طب ليه انت لازم تظبط الامور دي وتركز جدا؟ اقول لك دلوقتي ليه. شغل عايز صبر، واقول له سيف. شوف الموقع بدأ يتغير، الموقع بدأ يتغير، جه هنا حسابي مفتوح على الولايات المتحدة الأمريكية. طيب انا بعمل كده ليه؟ علشان لما اجي اخد من ميج علي اكس من ميجا بونص اعمل لينك ترويج، اخد من علي اكسبريس لينك ترويج واحطه في الموقع ده. هنا كده بضغط على انكم فروم كاش باك لينك. ركز كويس جدا، باخد مثلا لو انا عايز اروج لهذا المنتج، باجي هنا من فوق صفحة من فوق هنا كده، باخد اللينك ده كوبي كده ماشي، وبعدين بروح على ميجا بونص احط الكاش باك هنا، احط اللينك هنا واقول له كرييت، فبيجيب لي هنا ده الكاش باك لينك ده، بضغط على دي كده خدتها كوبي اهو، ده اللي انا هروج بيه. طيب لو انا بقى، لو انا ركز معايا، كنت هنا على ميجا بونص على مصر، كنتش على الولايات المتحدة الامريكية، كنت على مصر، هيجي هيعمل لي لينك للي هيدخل يشتري منين؟ من مصر. اي حد هيشتري من خارج مصر مش هيجيب لي ارباح. يبقى اذا ركز علشان تقدر تشتغل صح. يبقى انا في ميجا بونص مركز على الولايات المتحدة، وعلى اكسبريس للولايات المتحدة، يبقى انا كده شغال صح. شغال ايه؟ صح. هنيجي بقى للنقطة المهمة التانية، انا لما اجي اروج هختار المنتج ازاي؟ هختار المنتج ازاي؟ اولا لابد ان اختار منتج
يكون في ظاهر المربع اللي انت شايفه قدامك ده. المربع ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا في كاش باك كومنشن اهو، في كومنشن لك 7%، يعني 7% يعني 4.91 دولار، ده الكومنشن بتاعك، ده الكومنشن بتاعك في الدايركت على طول. لينك لمتروجه تاخد، لو بعت المنتج ده هتاخد على كل بيع 4.91 دولار. ده مين؟ ده المنتج ده هو تمنه 18.37 دولار. ولكن ركز كويس ان احنا هنا جايبين على اكسبريس، فاتحينه على الولايات المتحدة وجايبين اللينك من الولايات المتحدة. يبقى اذا اللي احنا هنروج له هو الولايات المتحدة. يبقى اي حد يشتري من الولايات المتحدة باللينك ده هيجي لنا الكومنشن ده. طيب ازاي اختار المنتج؟ تعالى كده نروح على حاجة مثلا، هنا لما تضغط على ده كده بيجيب لك الكاتيجوري بتاع المنتجات بتاع علي اكسبريس. فهندخل مثلا على الويمن فاشون اللي هي الازياء النسائية. فتيجي مثلا هنا على منتج، ركز كده شوف اسعار المنتجات هنا ايه. هنا 21 دولار، 31، 19، كويس. هنا 5، هنا 5، هنا 14، هنا 4، هنا 5، هنا 7، هنا 57، هنا 5، كويس. فتعالى كده لو انت عايز تروج مثلا للمنتج ده، ايه هو اختيارك للمنتج؟ ايه ازاي بتختار المنتج؟ اولا بتختار المنتج اللي تمنه ما يكونش مثلا 5 دولار، لان في الحالة دي انت هتكسب كام؟ يدي لك كام من ال5 دولار؟ الحاجة التانية، المنتج ده شوف هنا 700 سوليد، يعني باع 700 مرة، هنا باع 125 مرة. فبتختار ايه؟ بتختار منتج عام المبيعات وتمنه اقدر يديني منه ربح، وفي نفس الوقت فري شيبنج، يعني التوصيل مجاني، التوصيل مجاني، مفيش شحن، مفيش مصاريف شحن، فري شيبنج. فتعالى كده نفتح ده في صفحة جديدة ونشوف المنتج ده، القميص ده مثلا كده هنا ايه. اول حاجة تبص عليها، هل المنتج ده فيه كومنشن هنا فوق المربع اللي فوق ده بيظهر لك انت بس؟ فيه هنا. طب تبقى اذا هنا اهو ده فيه كومنشن 9%، يعني فيه 3 دولار 34، 24 لحد 3 دولار 94 سنت. تعالى ننزل تحت هنا، تعالى ننزل تحت هنا، هو المنتج ده ليه صور هنا كويسة؟ فيه صور هنا كويسة اهي، اقدر اخد الصورة دي استغلها بعد كده في الترويج واقول لك هتروج ازاي. تعالى انزل هنا شوف الكاستومر بتاعك او الناس اللي بيشتروا تحت هنا، عاطينه كام نجمة ومنين، عاطينه كام نجمة، بص كده بيقولوا عليه ايه. الكلام ده تاخده وتترجمه، تشوف بيشكروا في المنتج ولا ما بيشكروش في المنتج. ليه؟ لان الراجل اللي جاي يشتري بيبص على الحاجات دي. فانت لو جبت منتج او اخترت منتج الناس حاطه له كومنشن او اعطى له ريت، يعني مقيماه بانه وحش، هو مش هيشتريه. فانت طبعا بالتاكيد انت ضروري يبقى ايضا انك مش هتروج ليه.